بسم الله الرحمن الرحيم طلبه الثانويه العامه اهلا ومرحبا بكم في شرح الوحده الثانيه من المنهج الجديد منهج 2021 لدفعه التابلت وهنبدا بالفوكابلوري او الكي فوكابولري اسوسيشن طبعا يعني مؤسسه او منظمه كالتشرال ديسيبلن طبعا ديسيبلن معناه انضباط او يهذب او يدرب على النظام fatherly honor importance influence تستخدم كفعل وكاسم بمعنى يؤثر او تاثير layer lecture ministry plan برضه كاسم او كفعل بمعنى خطه او يخطط political science اللي هو علم الايه السياسه responsible semi circle serious silence معناها صمت أو يسكت spoil ستريكت نيجي ليه ال vocabulary on مفردات الخاصة بالاستماع award يعني جائزة أو يمنح وسام continue divide earn event grow up interviewer life magazine name, play, sit up, successful, unusual. Vocabulary on reading, مفردات القراءة. Achieve, circle, communicate, conversation, design, discussion, dream, encourage, fresh, gentle. goal hit teacher introduction inspire level natural paintings prepare qualities realize طبعا بتنكتب i s e ده في البريتش انجلش i z e في الامريكان انجلش تمشي امريكان وبريتش الاثنين لكن ال i s -E دي طبعا خاصه بالبريتش فقط يعني الانجليزيه البريطانيه step take part warm warn worry نيجي لي الفوكاب بتاع ال critical thinking communication workbook vocabulary abroad ache إيه. خلي بالك ان ache إيه معناها الم او يؤلم يعني لما إيه ان جسمي بينقح عليا هي دي معنى كلمه ache. إيه. among archaeologist archaeology behave behavior chat chess coin function hobby list material paper partner phrase طبعا كلمه فريز يعني عباره يعني مجموعه من الكلمات ما بتديش معنى كامل وما فيهاش فعل متصرف practice بالسي يعني ممارسه ده في البريطش انجلش لكن بالاس يعني يمارس او يتدرب recommend sensible Compare، Decide، Decision، Demand، Especially، Similar، Summary، Tour، Trust، Worthwhile هنيجي بقى لتعريف الكلمات الإيه الرئيسية اللي إحنا بنسميها Focus on Vocabulary. Association اللي هي مؤسسة أو منظمة، يعني An organization، an organization for people with the same interests or who do the same kind of work. Relating to art, music, literature, اللي هي بنسميها ثقافي، يعني حاجة متعلقة بالفن أو الموسيقى أو الأدب. To teach someone to obey rules and to control their own behavior, اللي احنا بنسميها discipline, يعني يدرب على النظام. typical of a kind or concerned father حاجة يعني نمطية أو متعلقة بالأب اللي احنا بنسميها father ليه يعني أبوي something that makes you feel proud and happy حاجة بتخليك فخور وسعيد اللي احنا بنسميها honor the quality of being important صفة الايه الأهمية اللي احنا بنسميها importance had an effect on the way someone or something develops or behaves له تأثير على الطريقة اللي الشخص أو الشيء بينمو أو يتطور بيه أو يتصرف اللي إحنا بنسميها influenced يعني أثر على. One of several levels of different materials that are on top of each other يعني حاجة من ضمن مستويات لمواد مختلفة فوق بعضها البعض اللي إحنا بنسميها layer يعني طبقة. Talked to a group of people about a subject تحدث مع مجموعة الناس عن موضوع اللي إحنا بنسميها lectured يعني حاضرة أو ألقى محاضرة. A government department يعني مصلحة حكومية اللي إحنا بنسميها ministry يعني وزارة. think about something you want to do and how you will do it تفكر في شيء عايز تعمله وكيف تؤديه اللي إحنا بنسميها plan يعني خطط. the study of the ideas and the activities that are concerned with how a country is governed اللي إحنا بنسميها دراسة الأفكار والأنشطة المتعلقة بكيفية حكم بلد اللي احنا بنسميها political science اللي هو العلوم السياسية. sensible and able to be trusted عاقل ويمكن الثقة فيه اللي احنا بنسميها responsible يعني مسؤول. a group arranged in a curved line مجموعة مترتبة في خط منحني اللي احنا بنسميها semi-circle يعني نصف دائرة. quiet and sensible doesn't laugh and joke much هادئ. وحكيم ولا يضحك كثيرا اللي احنا بنسميها سيريس يعني جاد. make someone stop giving their opinions يجعل الشخص يتوقف عن اعطاء آراؤه اللي احنا بنسميها يسكت. ليت a child have or do whatever they want with the result that they behave badly يجعل الطفل يملك أو يفعل ما يريد ونتيجة ذلك إنه يتصرف تصرف سيء اللي احنا بنسميها يفسد أو يدلل. making sure that people always obey rules يعني يتأكد من الناس بتطيع القواعد اللي احنا بنسميها strict يعني صارم أو حازم. نيجي لل expressions وال idioms التعبيرات والمصطلحات conduct a survey يعني يجري دراسة do a project يقوم بعمل مشروع go on a tour يذهب في جولة have health problems لديه مشكلات صحية have the honor له الشرف have a successful future لديه مستقبل ناجح in fact keep fit يحافظ على لياقته الايه الصحيه make worthwhile يجعله جدير بالاهتمام make sure يتاكد او يؤكد show respect يظهر احترام take turns يعني يتبادل الادوار او يتناوب الادوار لو جينا للفريز and prepositions العبارات وحروف الجر compare with or compare between concerned with يعني مهتم بيه dream about or of happen to help with learn about lecture at يعني يحاضر فيه، look forward to يتطلع الى responsible for work for or with يعمل لدى او مع worried about write about هنيجي لي derivatives او المشتقات اللي هي الفيرب والناون والادجكتف الفعل والاسم المشتق منه والصرف achieve achievement achievable associate association associated communicate communication communicative confide confidence confident culture cultural او cultured الشيء بنقول عليه cultural الشخص بنقول عليه cultured يعني مثقف differ difference different discipline discipline disciplinary يعني تأديبي وdisciplinary committee اللي هي

نيجي لل words synonyms and antonyms ال word اللي هي الكلمة synonym يعني المرادف antonym يعني المضاد cultural artistic artistic يعني فني لكن المضاد primitive بدائي discipline بتساوي control لكن المضاد chaos فوضى encourage boost المضاد discourage fatherly affectionate يعني محب العكس cruel honor تسوي so esteem المضاد criticism influence effect المضاد cause introduction initiation يعني بداية المضاد conclusion natural normal and natural respect تسوي so value المضاد disrespect responsible reliable irresponsible serious tough funny silence بتساوي mute مضاد agitate spoil favor مضاد ignore stricket يعني صارم بتساوي طف شديد طبعا المضاد lenient يعني متساهل success achievement يعني انجاز بيساوي بعض المضاد failure يعني فشل Important language notes how to say years ازاي نقول السنين ازاي نقراها زي مثلا 2018 اقول 2018 2018 او ممكن اقراها عددين عددين اقول 2018 1805 اللي هي 1805 الزيرو بنقراه او 1666 عددين عددين 1998 بنقراها عددين عددين 2020 ممكن اقراها 2020 عددين عددين بقى 2007 لو لقيت في صور كتير بنقراها 2007 يعني 2007 1898 1898 يعني عددين عددين مفيش اصفار كتير 1266 يعني 1266 نيجي لي nouns and verbs يعني بعض الكلمات ممكن استخدمها اسم وفعل بنفس الهجاء زي ايك ألم أو يؤلم بريك راح أو يكسر تشات دردشة أو يدردش ديموند يعني طلب أو يطلب فيس وجه أو يواجه بلان يعني خطة أو يخطط فور إكزامبل I always plan my lessons well يعني أنا دائما بخطط الدروس بتاعتي كويس يعني بعمل خطة للمذاكرة he has a good plan for his lesson هنا بلان مستخدمة اسم بمعنى خطة جيدة My little sister has a beautiful face. هنا face معناها وجه، يعني أخت صغيرة وجهها جميل. Egypt faces a lot of economic problems nowadays. هنا كلمة face يعني وجه يعني تواجه مصر الكثير من المشكلات الاقتصادية في هذه الأيام. في عندي بعض المقاطع اللي بتيجي في آخر الكلمة ودي بنسميها suffix. زي ال N C E ودي بس بتحول الصفة إلى اسم. زي confident واثق هتبقى confidence يعني ثقة. Different مختلف. Difference يعني اختلاف. Important يعني مهم. Importance يعني أهمية. Influential مؤثر. Influence تأثير. Intelligent ذكي. Intelligence ذكاء. وممكن أستخدم ال ITY أو ال NESS عشان أحول من صفة إلى اسم. Serious seriousness. Strict strictness responsible responsibility possible possibility بعض الفروق بين الكلمات زي event و incident و accident طبعا event معناها حدث هام وشيق بيتم فيه اجتماع الناس زي ما اقول the signing uh, sorry the signing of the peace treaty was a historic event توقيع معاهدة السلام كان حدثا تاريخي يبقى انا استخدم كلمة event إنما كلمة incident معناها حدث عابر في القصة في فيلم في مباراة there have been several violent incidents at football matches recently يعني كان هناك العديد من الحوادث العنف في مباريات الكرة مؤخرا accident معناها حادثة يعني حاجة بتنتهي بإصابة أو بوفاة لا قدر الله We were all shocked at the terrible train accident. يعني كلنا انصدمنا من حادثة القطار الفظيعة. كلمة life خلي بالك إن معناها الحياة بشكل عام وفي الحالة دي مش هجمعها أو many people believe that life is a race to be won كثير من الناس بيعتقد إن الحياة سبق. لكن لو قلت alive يبقى حياة من نوع خاص وفي الحالة دي تسبقها أداة نكرة اللي هي الإيه. The operation enabled the wounded soldier to lead a normal life مكنت العملية. الجندي المصاب من أن يحيا حياة عادية لو قلت the لايف يبقى حياة شخص أو فئة من الناس وفي الحالة دي هيسبقها ذا اللي أداة التعريف بمعنى الحياة I read an exciting book about the life of William Shakespeare قرأت كتابا مثيرا عن حياة ويليام Shakespeare شاعر الإنجليزية المشهور الفرق بين communicate وcontact وconnect وكلهم معناهم يتصل بس communicate معناها بتاخد حرف الجر with معناها يتواصل أو يتفاهم أو most companies communicate with each other using English معظم الشركات تتواصل أو تتفاهم باستخدام اللغة الإنجليزية contact معناها يتصل بي يتصل تليفونيا مثلا you can always contact me on my home number يمكنك أن تت... دائما أن تتصل بي على رقم المنزل connect معناها يصل او يربط بين شيئين أو الكايرو مترو connects many parts of Cairo together مترو القاهرة يربط بين اجزاء كثيرة في القاهرة الفرق بين Recommend و Advice Recommend معناها يرشح او يزكي Can you recommend me a good restaurant؟ يعني هل يمكن ان توصي بمطعم جيد؟ يبقى هنا معناها يرشح ممكن ترشح لي أو تزكي لي مطعم حلو My teacher recommended me a book to read before doing the project. يعني المدرس بتاعي رشح لي كتاب أقراه قبل ما أعمل المشروع. Advise معناها ينصح بفعل شيء. I strongly advise you to apply for the job online. يعني أنصحك بشدة إن أنت تقدم طلب الوظيفة للوظيفة على الإنترنت. نيجي للفعل decide معناه يحدد أو يستقر على يجي بعده on وبعدين اسم أو نون أو they decided on a name for the baby يعني حددوا أو استقروا على اسم للمولود. لو قلت decide to يبقى في الحالة دي هيجي بعدها infinitive يعني مصدر ويبقى معناها يقرر أن. he decided to stay and see what would happen قرر أن يبقى ويرى ما قد يحدث. لو جبت decide that يبقى في الحاله دي هتجيب بعدها جمله معناها يقرر انه I decided that it would be better to tell Hadi everything. قررت أنه من الأفضل أن أخبره بكل شيء. الفرق بين sensible و sensitive. sensible معناها متعقل أو حساس يعطي أو يقدم الحكم السليم. يعني بتساوي كلمة wise. Be sensible. You can't go out without a coat in this weather. يعني خليك حكيم، لا تستطيع أو عاقل، لا تستطيع أن تخرج في هذا الجو بدون الإيه البالتو أو الجاكيت. لكن كلمة sensitive معناها يفهم مشاعر الناس أو مرهف أو سهل التأثر. It's made me much more sensitive to the needs of the disabled. يعني جعلتني أكثر حساسية لاحتياجات المعاقين. Disabled يعني المعاقين. يعني بطل. يعني بفهم مشاعرهم ومشكلتهم كلمة sensitive هنا معناها متفاهم abroad معناها خارج البلاد إنما aboard يعني متن السفينة على ظهر يعني السفينة أو الطائرة إنما كلمة broad يعني عريض أو واسع the manager of the company often goes abroad يعني غالباً بيذهب إلى خارج البلاد on business في مهمة عمل كلمة aboard معناها on board يعني على ظهر السفينة او الطائرة زي ما قلنا. The chicken desk announced that it's time to get aboard the plane to Saudi Arabia. أعلن الاستقبال أنه حان الوقت لركوب طائرة السعودية. Broad يعني عريض زي ما قلنا. My friend Ali is of medium height but he has very broad shoulders. صديقي علي زو طول متوسط أو متوسط الطول يعني ولكن عريض الكتفين اللي احنا بنسميها بالعربي عريض المنكبين نيجي بعض الأسئلة عشان نتأكد من فهمنا للكلمات to the correct answer from A, B, C or D the African Cup of Nations was one of the major sporting spaces of 2019 in Egypt يعني كأس الأمم الإفريقية كان إيه رياضي رئيسي سنة 2019 في مصر events incidents accidents accessories طبعا accessories معناها اكسسوارات يبقى المعنى اللي هنا اللي يمشي مع الجملة بتاعتنا اللي هي events يعني حدث مهم the doctor is swimming at the best exercise for me يعني الدكتور السباحة كأفضل تدريب ليا يبقى recommended swimming يعني أوصاني بالسباحة. joining the university with the most space decision that you made. التحاق بالجامعة كان أكثر إيه قرار أنت اتخذته؟ يا ترى attentive ولا allergic ولا sensitive ولا sensible؟ طبعًا attentive يعني دال على الاهتمام، allergic اللي هي بنسميها الحساسية. حساسية اللي في الجلد مثلا أو حساسية لدواء معين أو أكلة معينة. Sensitive قلنا معناها حساس يعني بيراعي شعور الآخرين. و قلنا معناها عاقل أو حكيم يبقى the most sensible decision يعني أكثر قرار حكيم أنت اتخذته. We never traveled when we were kids يعني إحنا عمرنا ما سافرنا إيه لما كنا أطفال بورد ولا abroad ولا, ولا abroad ولا abroad يبقى طبعا traveled abroad اللي هي بي I tried to my friend at his office but he wasn't in حاولت إيه؟ صديقي في المكتب بس هو ما كانش موجود يبقى I tried to contact يتصل تليفونين The young man doesn't know what he really wants in يا ترى life ولا a life ولا the life ولا ولا uh lives he wants in life يعني هو مش عارف هو عايز إيه في حياته people use more than words when they with each other يعني الناس بتستخدم حاجه اكتر من الكلمات لما ايه مع بعض when they communicate يتواصلوا مع بعض يوسف شاهين is regarded as one of the most space film directors of his generation يعني يعتبر يوسف شاهين واحد من اكثر ايه مخرج الافلام في جيله يبقى the most influential يعني مؤثر طبعا هختار هنا الصفة نيجي ليه listening text وبيتكلم على طبعا حوار ما بين interviewer اللي هو المحاور و Mrs. عبد العزيز وبيتكلموا عن عبد التواب يوسف اللي على اسمه عنوان الوحدة طبعا عبد التواب يوسف كان معلم أو مستشار في وزارة التربية والتعليم قبل ما يعني يحترف كتابة قصص الأطفال والكتابة الدينية وطبعا له مؤلفات كتيرة في أدب الأطفال يعتبر من رواد أدب الأطفال في مصر. Many people have grown up reading the books of عبد التواب يوسف يعني كثير من الناس كبروا ومتعودين على قراءة كتب عبد التواب يوسف يعني اللي سنه دلوقتي في حدود حاجة و40 سنة أكيد درس له قصة وهو في سنة ستة إبتدائي اللي هي محمد صلى الله عليه وسلم في عشر قصص دي كانت من القصص المقررة في سنة ستة ابتدائي In fact I have just finished one of his books called My Father an Egyptian Teacher ده عنوان الكتاب بتاعه كتب كتاب والدي معلم مصري With me today is Mrs. عبد العزيز She has written a book about why the writer became so successful طبعا Mrs. عبد العزيز دي كتبت عن الكتب بتاعته وليه هو أصبح كاتب ناجح عشان كده المحاور استضافها So Mrs العزيز was Mr يوسف from Cairo بيقول لها يا ترى هل هو كان من القاهره قالت له no he wasn't although he lived a lot of his life there طبعا وعاش معظم حياته في القاهره لكن هو مش من القاهره عبد التواب يوسف was born in 1928 in a small village near Bani سويف انولد هو من مواليد بني سويف when he was a child he loved to read children's books هو طفل كان بيحب يقرا قصص الاطفال and he also loved writing وكان بيحب الكتابه Did he go to university? يا ترى التحق بالجامعة؟ Yes, in 1945 he started studying political science at Cairo University, درس العلوم السياسية في جامعة القاهرة, he graduated in 1950 and then worked for the Egyptian Ministry of Education, اشتغل في وزارة التعليم, but six months later his father died, لكن للأسف والد توفى بعد ستة شهور. That must have been a difficult time for him, وطبعاً المحاور بيقول أكيد ده كان وقت صعب مر عليه. فمسي عبد العزيز بتقول له ذاتس رايت، right. he wanted to live in Cairo with his mother and his three younger sisters. فطبعا اتنقل للمعيشة في أو كان عايز يعيش مع والدته وأخواته البنات الثلاثة في القاهرة. His uncles did not think this was a good idea لكن طبعا عمامه ما كانوش موافقين على الفكرة. But he wanted to earn enough money to send his sisters to school which was unusual at the time. لانه طبعا كان عايز يشتغل وطبعا الشغل هيبقى متوفر في مصر فعشان يصرف على اخواته البنات ويوديهم مدرسه وده كان امر غير معتاد في وقته When did he start writing children's books? يا ترى بدأ كتابة قصص الأطفال إمتى؟ He didn't start for many years. Mr. Yusuf married uh, Noaila Rashid in 1956 and they had three children. Mr. يوسف يعني هو اتجوز Nuaila راشد وأنجب منها ثلاث أطفال. مستر يوسف سيت اب ذا تشيلدرنز كالتشرال اسوسيشن وعمل مؤسسة ثقافية in 1968 and he traveled to many countries to study children's culture وسافر لبلاد عديدة عشان يدرس ثقافة الطفل but he didn't start writing until 1975 لم يبدأ كتابة إلا في سنة 1975 what happened then? well in 1975 he started writing children's stories for radio and television بدأ كتابة القصص الأطفال للإذاعة والتلفزيون The stories were very successful and so he started to write novels, poems and plays وبدأ يكتب روايات وقصائد ومسرحيات often about important events عن الأحداث المهمة and the people in the world He won many awards for his writing وكسب الكثير من الجوائز على كتاباته Are his books only famous in Egypt? يا ترى كتب مشهورة بس في مصر No, since he became famous in Egypt, people have translated his books into many languages, including English, French, and Chinese كتب ترجمت الإنجليزي فرنساوي الصيني عبد التواب يوسف traveled a lot too in 1985 he lectured يعني ألقى محاضرة at the University of Ohio in the United States about writing for the children عن الكتابة للطفل and the importance of Arabic literature, literature وأهمية الأدب العربي he died in 2015 aged 87 ومات في سنة 2015 His books have influenced the children for many years. Uh, uh, كتبه أثرت في الأطفال لسنوات عديدة، and I'm sure children will continue to enjoy his books in the future. Uh, thank you. نيجي النص القراءة وده على الكتاب اللي ألفه عبد التواب يوسف اللي هو My Father and Egyptian Teacher. For all those who have had the honor of being called teacher لكل من إيه حظي بالشرف أن إيه أن يسمى معلم. The head teacher realized that the young teacher was worried about his first lesson at the school. يعني المدرس الأول كان أدرك إن المدرس الشاب الآن من الحصة الأولانية اللي هيديها في المدرسة. Don't worry فبيقول له ما تقلقش you have all the qualities to be a good teacher أنت عندك كل صفات المدرس الجاي He said you are very natural with the students يعني أنت بتتصرف بشكل طبيعي مع الطلاب You're serious and responsible، كمان انت جاد ومسؤول، Warm but stricken، يعني شخص حبوب ولكن إيه برضه عندك شيء من الصرامة. That's what I've learned about you in the short time you've been here. ده اللي أنا عرفته عنك في الفترة القصيرة اللي قضيتها معانا. You will need to discipline the students، محتاج بس يعني إيه اه اه تهذب الطلاب، but you will be fatherly and gentle، لكن أنت هتصرف كأنك أب ليهم وهتتصرف معاهم بايه اسلوب مهذب طبعا Do you think so? I've always prepared my lessons well. بيقولوا أنا دايماً كنت بجهز الحصص بتاعتي كويس. save the teacher. I give myself goals. يعني بحدد أهداف. And plan how to achieve them وإزاي أحقق هذه الأهداف. طبعاً حاجة مهمة في حياتنا إن إحنا يبقى عندنا هدف ودايماً بنصح طلب السل... أي إنسان وخصوصاً طلبة الثانوية العامة إن يكون عندهم هدف في دماغهم يحاولوا يحققوه. أياً ما كان هذا الهدف عايز تخش طب هندسة سياسه واقتصاد عايز تبقى محامي تبقى معلم المهم حدد هدفك وحاول تاخد الايه الخطوات المناسبه عشان تحقق هذا الهدف I plan an introduction and then use steps يعني بعمل مقدمه وبعدين يبقى في خطوات and I like to use paintings and pictures بستخدم الصور said the teacher that's good you've come with fresh ideas بيقولوا انت عندك افكار جديده فريش هنا معناها new answer to the head I believe that a teacher mustn't silence his students. بيقول أنا أعتقد إن أنا إن المدرس لازم ما يسكتش الطلاب بتوعه، مش كل ما أي حد طالب يتكلم وعايز يعبر عن رأيه يقول له اسكت يا ابني. ده طبعا كلام مش مظبوط. He must inspire them لازم يلهمهم، يبقى مصدر إلهام بالنسبة لهم. And encourage them to communicate ويساعدهم على إيه التواصل مع بعض والتواصل معاه. And to take part in conversations وإزاي يشاركوا في الحوار. You don't want to spoil the students, warned the head teacher. يعني المدرس الاول بيقول له انت مش عايز تدلعهم بقى وتفسدهم باوز اخلاقهم ان يعني كل واحد يقول اللي هو عايزه لازم يبقى في نوع من الانضباط او اي وونت وي شود انكرج ذم تو موف اراوند ذا كلاس يعني لازم نشجع الطلاب ان هو يتحرك في الفصل ما يعني يبقاش قاعد زيه زي التخته اللي قاعد عليها ده طبعا مش كويس وي كان تشينج ذا ديزاين اوف ذا كلاس روم ممكن نغير تصميم الفصل اف ذير از ا ديسكشن لو في uh, حوار the students can sit in a circle or a semicircle ممكن يعادوا يعودوا في حلقة دراسية أو نصف حلقة. We could even have the class outside ممكن نقضي under the trees الحصة تحت الشجر برا في الحوش. Said the teacher. Good luck with your first class tomorrow. Said the head teacher. بيقول له حظ سعيد في الحصة الأولانية بتاعته The head teacher left him dreaming about his new life as a teacher. طبعا المدرس الأول سابه بيقعد يحلم على حياته الجديدة he believed that his job was the most important job بيعتقد ان وظيفته من اهم الوظائف في المجتمع وبالفعل وظيفه المعلم من اهم ان كان ان لم تكن اهم وظيفه في المجتمع he was society's engineer لانه مهندس مهندس بيهندس المجتمع helping to build it بيساعد في بناء المجتمع a teacher is like the layers of the earth المعلم ده عامل زي طبقات الارض whatever level you reach كل ما توصل لطبقه You can dig deeper ممكن تحفر الايه اعمق to find more layers عشان تجد طبقات that are even richer than before أكثر ثراء وغنى من ذي قبل يعني طبعا كل ما تحفر في طبقات الارض بتلاقي ثروات ومعادن وحاجات his was the best job طبعا his هنا ده ضمير هو عايز يقول his job بس بدل ما يكرر بيستخدم الضمير ويرجع يجيب الاسم تاني بعده يبقى كلمة his هنا بتشير إلى كلمة his job his was the best job in the world بعض الملاحظات على النصوص اللي احنا قراناها. When he was a child, he loved to read children's books. هنا الجملتين مع when was في الماضي و loved في الماضي لان انا بتكلم عن عاده في الماضي يعني لما كان طفل كان بيحب يقرا قصص الاطفال. People have translated his books into many languages including English, French and Chinese خلي بالك including حرف جر. معناها يشمل او بما فيه وهو اختصار الجملة which include الذي يشمل you're serious and responsible warm but strict خلي بالك إن but هنا جاي بعدها جزء مختصر الاختصار اللي هو but you are strict بس هو بدل ما يقول but you are strict عطف الإيه الصفة على الصفة على طول warm but strict That is what I've learned about you in the short time you've been here. خلي بالك إن ليرن مش معناه يتعلم، ده هنا معناه يعرف، هذا ما عرفته عنك في الفترة القصيرة التي قضيتها معنا. Whatever level you reach, you can dig deeper، خلي بالك إن whatever دي أداة ربط، معناها مهما، بيجي بعدها اسم وبعدين جملة كاملة من فاعل وفعل. نيجي للجزء الخاص بالقواعد او الجرامر وقواعد الوحدة بتاعتنا النهاردة بتتكلم عن زمن المضارع التام او the present perfect tense زي ما تعودنا في معلومات مهمة لازم اعرفها عن كل زمن او المعلومة اللي هو التكوين يعني الزمن ده بيتكون من ايه نسميها form طبعا بيتكون من have or has plus past participle طبعا has بتيجي مع he وshe وit او اي اسم مفرد وهاف بتيجي مع باقي الضمائر او الاسم الجمع. They are happy they've won the cup يبقى they've apostrophe إيل واختصار have طبعا احنا عارفين ان apostrophe اس اختصار has في ال negative او في النف بنستخدم haven't or hasn't اللي هي have not يعني plus past participle for example they haven't lifted the stadium yet يعني لم يتركوا الاستاد بعد في الانتروجاتيف او في الاستفهام بحط الفعل المساعد اللي هقول له هو هاف او هاز في الاول ولو في دبليو اتش وورد احطها قبل هاف او هاز بعد كده احط السبجكت بعد كده الباست بارتيسيبل او التصريف التالي هاز كرم لوست هيز ماني يبقى انا استخدمت هاز عشان كرم مفرد وعملت ايه قلب الوضع الفعل والفعل عشان اكون سؤال اللي هو اليس نو كويستشن لو هسال بكلمه استفهام احطها في الاول قبل هاف او هاز أو what have you done since the morning ماذا فعلت منذ الصباح نيجي لي usage أو الاستخدام بتاع الزمن أو الاستخدام we often use the present perfect to talk about an action that started in the past and continues until the present يعني حدث بدأ في الماضي ومستمر في الحاضر often was for طبعا for اللي هي معناها المدة بيجي بعدها time period يعني مدة زمنية or since اللي هي معناها منذ ودي بيجي بعدها date or starting point in the past بيجي بعدها نقطة زمنية أو نقطة بداية الحدث في الماضي. زي الكلام ده يعني منى has studied English 14 years يعني منى درست اللغة الإنجليزية لمدة 10 أعوام. طبعا ما دام استخدمتم ضرع اللي هو has studied هذا هيت وبعدين التصريف الثالث من اصطاد اللي هو اصطادت آخره إيدي ده فعل عادي. يبقى معناها ما زالت تدرس حتى الآن. وطبعا 4 جاي بعدها مده زمنيه اللي هي 10 years مده 10 سنوات ممكن استخدم since اقول we have بين at this school احنا في المدرسه دهيت since 2012 من 2012 يبقى هنا وما زلنا ما استخدمت مضارع تام طبعا وي بيجي بعد مع بعدها هاف تصريف الثالث من verb to be اللي هو بين يبقى هاف بين ده كده مضارع تام وsince جه بعدها بدايه الزمن اللي هو 2012 استخدام الثاني او نمبر 2 for an action which has recently finished and whose result is visible in the present حدث انتهى قريبا بس له نتيجه واضحه في الحاضر ازاي الكلام ده او الهاله كان نوت بلاي تنس بيكوز شي هاز هيرت هير هاله لا تستطيع لعب التنس لانها عورت إدهم يبقى هي عورت في الماضي نعم الكلام ده حصل بس النتيجه بتاع ان هي عورت ان هي مش قادره تلعب يبقى كده استخدم مضارع تاني ما دام النتيجه لسه موجوده هي مش قادرة تلعب. Number three, we also use the present perfect to talk about past experiences or events. للحديث عن خبرات أو أحداث سابقة without saying when بدون محدد زمن. Often with ever or never. بستخدمها خصوصًا مع كلمة ever أو never. زي إيه؟ I have never eaten Chinese food. لم أتناول الطعام الصيني أبدًا. ما جابش إمتى. have you ever ridden a camel برضو have we ridden ده تصريف تالت اهو هل سبق ان ركبت جمل ما جابش هنا امتى number four we also use the present perfect to talk about very recent events often with just نستخدمه للحديث عن الاحداث اللي هي لسه حصلة مع كلمة just اقول لك ليلى isn't here ليلى مش هنا she just gone out هي لسه خارج Number five, we also use the present perfect to talk about events that have not happened up to now. للحديث عن أحداث لم تحدث حتى الآن وديت مع كلمة yet. I haven't received a reply to my email yet. لم أتلقى ردا على الإيميل بتاعي حتى الآن. يبقى الجملة هنا إيه؟ منفية. For an action, the number six, which happened at a known time in the past. حاجة حصلت في وقت معروف غير معروف في الماضي وعشان أنا بركز على الحدث ما يهمنيش الزمن فبستخدم مضارع تاني أو عمر has been to Paris four times يعني عمر زار باريس أربع مرات أنا يهمني إن هو زار بس ما يهمنيش إمتى عشان كده بستخدم مضارع تاني خلي بالك إن الكي ووردز بستخدم for since already yet just ever never so far up till now lately يعني مؤخرا recently زيها how long over the years ونيجي للكي ووردز او الكلمات الداله بالتفصيل انا عندي already معناها بالفعل يعني حاجه حصلت I have already bought a lot of bread يعني اشتريت بالفعل عيش كتير just معناها حالا حاجه لسه حاصله he has just come back from his holiday لسه راجع من اجازته ever معناها من قبل have you ايفر played هوكي هل سبق من قبل ان انت لعبت هوكي This is the most impressive film I've ever watched. يعني ده أكتر فيلم إيه مؤثر أنا اتفرجت عليه. Never معناها مطلقا. They have never eaten a Chinese food. عمرهم ما كانوا أكل صيني. <applause> طب yet طبعا never خلي بالك إنها بتيجي في النفي بس ما بيجيش معاها كلمة نط yet بتيجي في السؤال والنفي. يعني بيجي معاها كلمه نط في الجمله she hasn't finished cleaning the flat yet hasn't هنا منفيه يعني. لسه ما نضفتش الاوضه بعد او حتى الان في السؤال او has your course started yet هل يا ترى الكورس بتاعك بدا حتى الان عندي so far up till now برضو معناها حتى الان صلاح has scored two goals in this match up till now بس الجمله هنا مثبته يعني محمد صلاح قد أحرز هدفين في المباراة حتى الآن. lately و معناها حديثا أو في الآونة الأخيرة زي ما هتقابلك في الترجمة. have you bought any shirts lately or recently؟ يعني هل يا ترى اشتريت قمصان مؤخرا؟ over معناها على مر السنين Egypt has changed over the last eight years لقد تغيرت مصر خلي بالك من الترجمة أنا بترجم المضارع التام لقد زائد فعل في الماضي. لقد تغيرت مصر على مر الايه؟ الثماني سنوات الماضي. How long معناها كام المده؟ خلي بالك بيجي بعدها مضارع تام، لكن لو قلت How long ago يبقى ماضي بسيط. How long has he had that camera؟ يعني بقاله قد ايه عنده الكاميرا دي؟ for وزي ما قلنا بيجي معاها مده زمنيه I haven't seen Mariam for 3 months ما شفتش مريم لمده 3 شهور. اما since فيأتي معاها بدايه زمن. يعني البداية اللي بدأ عندها الحدث she hasn't visited us since last Monday أو since last May يعني ما زارتناش منذ مايو الماضي يبقى من مايو الماضي لحد دلوقتي هي ما زارتناش وهناخد الفرق ما بين فور وسينس خلي بالك معايا فور أو الفورة دي لمدة يوم فور مانث لمدة شهر فور year لمدة سنة فور ويكس فور مانث فور ييرز for several days لأيام عديدة several weeks several years for two hours مدة ساعتين for ages لزمن طويل for a long time زيها في المعنى for the last خلي بالك من كلمة ذا for the last week أو last أو for the last year كلمة ذا خلي بالك منها since بيجي بعدها ماضي بسيط أو since he left school أقول since Friday يعني منذ يوم الجمعة سينس ماندي سينس لاست بس من غير ذا لاست جون أو لاست إبريل يونيو الماضي أو إبريل الماضي سينس 2000 أو 2015 من سنة 2015 سينس 2 أوكلوك يعني زمن محدد منذ الساعة الثانية سينس بيجي بعدها نون فريز يعني عبارة اسمية زي إيه العبارة الاسمية أو هيز تشايلد هود العبارة مجموعة من الكلمات زي ما اتفقنا ما فيهاش فعل متصرف وما بتديش معنى كام. Since last week أو last year خلي بالك ما فيش ذا. Since then يعني منذ ذلك الحين. خلي بالك إن في have been to يعني راح مكان ورجع. و have gone to يعني راح مكان ولسه ما رجعش. إما إنه إيه هناك أو إما إنه لسه في الطريق ما رجعش. have been in بيجي بعدها مدة زمنية عشان تقول لك لمدة الحدث قد إيه. يبقى إحنا خدنا ثلاث تعبيرات أهو. اول مثلا he has been to Cairo. ده هو راح القاهرة ورجع. أحمد where have you been؟ أنت كنت فين؟ هو بيكلمه يبقى أكيد رجع. تمام؟ خلي بالك من دي بيسأله يبقى هو راح ورجع. طيب they have gone to school يبقى راحوا المدرسة بس لسه ما رجعوش. where has عمر gone؟ عمر راح فين؟ I can't find him. أنا مش لاقيه. خلي بالك هنا ما بيتكلمش ما بيكلمش عمر. ده بيتكلم عن عمر. يبقى لسه مرجعش رجعش. ناخد جمل نشوف فهمنا ولا لا. Choose the correct answer. They in Luxor since 2015 عند since من علامات زمن مضارع تم برافو عليه. يبقى they بتاخد have ولا has؟ بتاخدها يبقى they have lived يعني عاشوا في الأقصر منذ سنة 2015 وما زال ده معنى الجملة the plane space I can see it in the sky أنا يعني شايفها هناك في السماء اهي يبقى الطيارة ها has just left has never left has ever left has left yet ما دام لسه شايفها يبقى ايه has just left يعني لسه يا دوب طالعة من المطار طبعا جاست بتدل على الحدث لسه حصل حاصل حاصل توا عشان كده هو لسه شايف الطياره في ايه في المطار انما نيفر بتدي نفي ويد بتيجي في النفي برضو وايفر مش هتيجي هنا ما تنفعش عشان معنى الجمل My uncle has lived abroad five years. Five years. هتاخد for ولا سينس؟ خلي بالك during دي بتيجي معناها اثناء بس بيجي بعدها اسم. اقول لك during the break. مثلا طبعا ما قال لي 5 years دي مدة يبقى 4 5 years على طول وانا مغمض I break since this morning خلي بالك ان since جاي بعدها ايه عبارة زمنية ومنذ هذا الصباح يبقى اقول ايه haven't ولا didn't have ولا I am not having ولا haven't had تمام haven't had لان ده هو المضارع التام الموجود عندي وهو التصريف الثالث من have اللي هي had يبقى haven't had يعني ما خدتش فترة راحة منذ الصباح. I don't need to wash my car مش محتاج أغسل العربية بتاعتي. My brother ate for me already. أخويا إيه؟ أكيد غسلها لي يعني بالفعل. Had washed is washing از washed ولا washes. My brother هتاخد has برافو عليكم. يبقى my brother has washed. خلي بالك بعض المعلومات الإضافية اللي بتجيلك في الاسئله خارج الصندوق اللي اوت اوف ذا بوكس كويستشنز ان طبعا كلمه سينس خلي بالك ان ممكن اجيب فاعل وبعدين لاست وبعدين ماضي بسيط وبعدين وين وبعدين ماضي بسيط ازاي اقول اي لاست كوت فيش وين اي ووزن هر سمر اخر مره لما كنت في الغردقه ممكن احولها استخدم بدل لاست كلمه سينس أو اي هافنت كوت فيش since I was in كذا. لم أصطاد سمك منذ أن كنت في الغردقة. هي هي نفس المعنى. The last time اللي هي المرة الأخيرة بيجي بعدها فاعل وماضي بسيط وبعدين was ومدة وago زي إيه؟ The last time علي played football was 10 years ago. طيب هل ممكن أستخدم for أو since؟ الله أه ممكن. علي hasn't played يعني ما لعبش فوتبول since 2010. أو ممكن أقول for 10 years. its او إتس been بيجي بعدها مده وبعدين since وبعدين فعل وبعدين last وبعدين ماضي بسيط بص للجمله its been 6 years يعني it has been يعني 6 years since i last saw so rania since جاي بعدها ماضي بسيط اه قاعده since اصلا لو جه بعدها فعل يبقى ماضي بسيط اللي قبلها هو المضارع تام i haven't seen rania since 2014 وممكن اقول for six years اطرح من الايه من السنه بتاع 2014 اطرح ايه؟ اطرحها من السنه دي يطلع لك 6 years. نيفر بتيجي مع الكومباريتيف adjectives يعني الدرجه الثانيه من الصفر. وايفر بتيجي مع السوبرلاتيف يعني الدرجه الثالثه. ازاي الكلام ده؟ اقول لك I've never bought نيفر faster افاستر كار ذان بوجو. ما اشتريتش عربيه اسرع من البيجو. يبقى هو بيقارن ما بين العربيات والبيجو. يبقى درجه تانية طيب لو حبيت أستخدمها في الدرجة الثالثة يبقى هجيب هنا ever بوجو is the fastest car I've ever bought استخدمت هنا كلمة ever يبقى هي الأسرع أسرع سيارة اشتريتها خلي بالك مع this is the first time أو it's the second time برضو هستخدم المضارع التام this is the first time علاء has visited a European country يبقى has visited مضارع تام عشان عندي كلمة the first مع التعبيرات اللي هي today و this morning و evening week month بستخدم برضو المضارع التام he has written three reports this morning الصبح لسه ما انتهاش فعشان كده استخدمت مضارع تام هو كتب ثلاث تقارير هذا الصباح لكن لو الظهر جدا يبقى ما تقدرش تستخدم المضارع التام هنا يبقى تستخدم ماضي بسيط يبقى خلي بالك من ذيس مورنينج ممكن مضارع تام ممكن ماضي بسيط على حسب ايه الزمن اللي انا بتكلم فيه الصبح ما خلصش يبقى استخدم مضارع تام خلي بالك ان انا ممكن استخدم المضارع التام مع كلمه اوريدي او ستيل عشان اعبر عن الدهشه زي الكلام ده او الاور bus ستيل هازنت ارايفد يعني الاتوبيس لسه ما وصلش اتس تو ليت تتاخر قوي يبقى هنا كده انا بعبر عن الدهشه هاف يو finished رايتنج ذا اي سي اوريدي هتقول لي الله يا مستر ده سؤال المفروض استخدم يت اقول له اصبر كمل باقي الجمله يو ار اميزنج انت مدهش يبقى هنا هو بيعبر عن الدهشه مش مجرد سؤال عادي يبقى هنا بيستخدم اوريدي بدل من كلمه يت خلي بالك عشان الكلام ده هيجي لك في الاسئله اللي هي خارج الصندوق الاوبن open questions we use the present perfect وين after when as soon as etc to refer to the future يعني ممكن استخدم المضارع التام مع الروابط الزمنية عشان ايه للاشارة للمستقبل ازاي يعني بعد الروابط الزمنية دايما بيجي مضارع مضارع بسيط مضارع تام مضارع مستمر مش مشكلة بس مهم اجيب مضارع I leave the place when وممكن أقول after I've taken the money أنا همشي أو هغادر المكان بعد ما أخد الفلوس يبقى هنا استخدمت I've taken مضارع تام بعد الرابط الزمني اللي هو كلمة when وطبعا ممكن في جمل تانية استخدم أزمنة أخرى مضارع بسيط مثلا أو مضارع إيه؟ أه مستمر the present perfect and the present perfect continuous خلي بالك من إن زمن المضارع التام والمضارع التام المستمر بيستخدمه لبيان حدث بدأ في الماضي وما زال مستمر، الفرق الوحيد بين المضارع التام البسيط والمضارع التام المستمر، إن المضارع التام المستمر بيقول لي حاجة ممكن كمان تستمر في المستقبل، يعني حاجة حصلت في الماضي تحصل في الحاضر وقد تستمر في المستقبل، إنما المضارع التام حاجة حصلت في الماضي ومستمرة في الحاضر فقط. خلي بالك في بعض الافعال لا تستخدم اصلا في الازمنه المستمره اللي احنا بنسميها افعال الايه الشعور يعني حب كراهيه التفكير العاطفه التملك الادراك كل الافعال دي لا تستخدم في الاستمرار اللي هي زي لايك ديسلايك هيت انجوي لاف بريفير بليف ثينك نوتس يلاحظ ريمبر اندرستاند ريلايز يدرك سيم يبدو نو سي هير فيل تيست يتذوق look, smell اسملينا معناه يشم sound be, verb to be ما بيجيش في الاستمرار contain, يحتوي على fit, يلائم include, يشمل belong, يخص own, يملك want, يريد mean, يعني appear, يبدو have, cost, يكلف o oh, يدين need, يحتاج surprise, يندهش for example he has owned كلمة own اهي مش في الاستمرار this car for five years he doesn't intend to to sell it يعني هو بيمتلك هذه السيارة بقاله خمس سنين ولا ينوي بيعها هنا ما اقدرش استخدم اون في الاستمرار I have had this camera since I got married it's still in a good condition الكاميرا دي عندي منذ ان تزوجت وما زالت بحالة جيدة ما اقدرش استخدم verb to have هنا في الاستمرار خلي بالك من النقطة اللي جاية دي just لوحدها بيجي بعدها present perfect يعني مضارع تام أقول I've just called the doctor هنا زي ما الجملة إيه؟ have وعندي كولد تصريف تالت يبقى مضارع تام لكن خلي بالك إن just now معناها في التو واللحظة just بس معناها توا إنما جست ناو معناها في التو واللحظة وبيجي معها past simple يعني ماضي بسيط he left just now، يعني هو إيه؟ مشي إيه في التو. هتلاقي في المذكرة أسفل الفيديو جدول بسيط كده بنقارن فيه ما بين الـ present perfect والـ Past simple، يعني المضارع التام والماضي البسيط، بيقول لي إن المضارع التام حدث تم وله علاقة بالمضارع، إنما الماضي البسيط تم ومالوش علاقة بالمضارع. طبعا في الماضي بنحدد زمن الفعل في الايه المضارع التام ممكن اجيب طبعا الزمن بس بلاحظ ان هو له علاقه بلحظه ايه الكلام زمن الماضي البسيط بيقول ان الحدث خلاص انتهى ملوش علاقه بالحاضر خالص زي مثلا اي اي سبوك تو بروفيسور زويل يعني انا اتكلمت مع الايه بروفيسور احمد زويل في مره من المرات طبعا الايه بروفيسور زويل توفاه الله ف اه طبعا الحدث هنا ماضي بسيط لكن لو قلت I've spoken to the prime minister يعني أنا اتكلمت مع رئيس الوزراء يبقى معناها اتكلمت منذ فترة قصيرة رئيس الوزراء لسه حي يرزق بيقول لك برضو خلي بالك Have you ever read in of ديكنز Dickens ممكن هنا أحط الزمن في المضارع التام لا عشان أعبر عن حقيقة تم ثبوتها يعني هل سبق وقريت أي قصة من قصص تشارلز ديكنز هنا طبعا القصص موجودة بتاعة تشارلز ديكنز فأنا ممكن أستخدمها في المضارع التام مفيش مشاكل لكن لو قلت لك هل أنت قابلت تشارلز ديكنز طبعا تشارلز ديكنز مات يبقى كده ماضي بسيط Yes we studied Oliver Twist last year هنا لما حب يحدد زمن الحدث استخدم ماضي بسيط بيقول لك ايوه احنا درسنا قصه اوليفر تويست في العام الماضي والى اللقاء في الفيديو القادم وحلول اسئله على الوحده الثانيه دفعه التابلت والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته